السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على كيزاكو بوان كوم. غنشوفو في الفيديو ديال اليوم تتم الدرس ثنائي القطب ار سي. كنا شفنا في حصة سابقة المعادلة التفاضلية للتوتر. في هذه الحصة غنشوفو المعادلة التفاضلية للتيار ونزيدكم معلومة أخرى على ثابتات الزمن. على بركة الله، أول حاجة ناخذ الشكل أمامنا هنايا، بحيث هذه كتمثل لنا هذا مولد توترات، وعندي هذه مقاومة، وعندي هذا مكتف. التيار قلنا كيمر من هنا، حنا نديرو معادلة ديال التيار. إذا التيار كيخرج من هنا لأن هذا فإنه مولد، المولد كيكون التيار والتوتر عنده في نفس المنحة. إذا التيار إي غيدوز من هنا وغيدخل من هنا للمقاومة، وغيدوز من بعد المكتف ديالنا هنايا. أول حاجة باش نحدد هاد المعادلة نشوفو المعطيات اللي عندنا. كنا حنا ديجا بينا ان او سي بدلالة الزمن كيساوي هو او ناقص او اكسبونونسيال ناقص تي على اكس، شي كنا بيناه في حصة سابقة في فيديو سابق. وعندنا قانون اوم اللي كيقول لي ان التوتر او اغ كيساوي ليا هو مقاومة اغ في التيار اي. هذا طبعا يو ار بدلالة الزمن، انا التوتر يو ار هو كيتغير بدلالة الزمن. وعندي قانون اضافية التوترات، اللي كيقول ليا ان او كتساوي ليا يو سي بدلالة الزمن زائد او ار بدلالة الزمن. اذا حنا خصنا من هاد العلاقة بثلاثة نجبدو معادلة تفاضلية لتغير التيار اي. هنا اي فانه يتغير بدلالة الزمن. اذا بما ان من بعد مشنا المعطيات نبداو في البرهان ديالنا. لدينا نطلق من او ار، قلنا او ار دو تي كتساوي ار في اي ديال تي. اذا من هنا نقدرو نجبدو اي لي تي اللي غتكون هي او ار ديال تي مقسومة على ار. اذا دابا نبدلو نحسبو او ار ديال تي، عندنا او ار بدلالة تي على حسب قانون التوتر اضافية التوترات تساوي هي او ناقص او سي لي تي. او سي لي تي كنا حسبناها لقيناها هي او ناقص او اكسبونونسيال ناقص تي على اكس. اذا نحيدو الاقواس لهذا الشيء، شتبقى تجيني هي او ناقص او زائد او اكسبونونسيال ناقص تي على ار سي. نطيرو او مع او، شتبقى ليا ان او ار ديال تي كتساوي ليا او اكسبونونسيال ناقص تي على ار سي. اذا الى جينا عوضنا كتعطينا اي ديال تي اش كتساوي، غتساوي ليا هي او على ار في اكسبونونسيال ناقص تي على ار سي. وبالتالي كنكون حددت المعادلة التفاضلية لتغيرات التوتر التيار اي بدلالة الزمن. اذا فان هذه كتمثل معادلة تفاضلية لتغير التيار اي بدلالة الزمن. دابا نشوفو ثابتات الزمن، اش كنقصدو بثابتات الزمن؟ ثابتات الزمن نجيو نشوفو هاد المقدار هذا اللي هو تي على اغ سي اولا واحد على اغ سي. ناخدو واحد على اغ سي اولا ناخدو ديريكتومون اغ سي. انا بغيت الوحدة ديال اغ سي، غتجيني هي الوحدة ديال ار الوحدة ديال سي. اذا نشوف الوحدة ديال ار والوحدة ديال سي باش نقدرو نعوضوهم. عندنا علاقة اللي كتقولنا ان او كتساوي ار في اي، يعني ان الوحدة ديال او كتساوي هي الوحدة ديال ار
الوحدة ديال اي. يعني نقدر نقول ان الوحدة ديال ار نقدر نعوضها نقول هي الوحدة ديال او على الوحدة ديال اي. وعندي علاقة اخرى اللي كتقول لي ان كي كتساوي سي في او. اذا نقول بان الوحدة ديال كي اللي هي الشحنة كتساوي الوحدة ديال سي الوحدة ديال او. يعني نقدر نقول ان الوحدة ديال سي كتساوي لي الوحدة ديال كي على الوحدة ديال او. بعد علاقة اخرى اللي كتقول لي ان اي كيساوي دي كي على دي تي. يعني ان الوحدة ديال اي كتساوي الوحدة ديال كي على الوحدة ديال تي. اذا هنا عندي اي عندي الوحدة ديال سي هنايا وعندي الوحدة ديال ار هنايا عندي الوحدة ديال اي. اذا نجمع هاد العلاقات باش نعرفو الوحدة ديال ار سي. اذا الوحدة ديال ار سي اش كتساوي؟ قلنا الوحدة ديال ار اللي كتساوي الوحدة ديال اي على الوحدة ديال اي. وقلنا السي هي كيو على او هي كيو على او. نختزلو او مع او تولي هي كيو على اي. وانطلاقا من هاد العلاقة كيو قسمتي على اي غتعطيك الزمن. اذا فان وحدة الكمية الا بغيتو تقولو ار سي هي الزمن. وبالتالي كنقدر نحط طو كتساوي ليا ار سي بحيث طو الوحدة ديالها هي اس يعني هي لا سكوند هي الثانية. مفهوم؟ بالتالي كتولي عندنا المعادلة التفاضلية ديال التوتر اللي كنا شلنا في الفيديو السابق نقدر نكتبوها بحال هوك. U C ديال T كيساوي هو U عامل لي واحد ناقص إكسبونونسيال ناقص T على طو. وديال التيار E ديال T كتساوي هو U على R إكسبونونسيال ناقص T على طو. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو ديال هذا وفي الفيديو ديال اليوم. ونضرب لكم موعد جديد واستفادة أخرى على كيزاكو.com. كان معكم رضوان. السلام عليكم.